مساء الخير. الليلي طالب من بين دينا ورافائيل رح يرجع على الأكاديمية بفضل تصويتكم. النتيجة بعد ما انحسمت، تابعوا التصويت لأنه بعد ساعات وبنهاية المصير دينا ورافائيل رح يتقرر مصيرهم. أما هلأ فخلونا نقوم بجولة على آخر أخبار الطلاب، والبداية مع عباس ونسيم يلي قرروا يتصلوا بأصحابهم بالأكاديمية. مرتضى هبج، شلونك؟ هبج شعلومة، كيف الحلو من يومه؟ شعلومة، كيف الحلو من يومه؟ يا قليبي يا قلبي يا بعد عمري يا مرتضى، قول له كلمنا فاتن وطمنا. اشتقت لك، كلمت فاتن أنا قبل شوي وطمنت عليها، وحتيجي الفاينل إن شاء الله أنت وياها ونكمل ونكف جلسات الحديقة إن شاء الله. يلا بس الدنيا بقت برد. بس الدنيا بقت برد، جيبوا حاجاتكم معاكم. متقلوا انتوا كاين. باي حبيبي باي، 20 يوم ونتقابل ان شاء الله. سعد. الو الو سعودي حبيب قلبي، وحشني يا برنس. اخبارك ايه برنس؟ واخبار مصر ايه واهل مصر ايه؟ كله تمام؟ وانت ايه اخبارك؟ ايه بتحضر سنجل؟ طب يلا يلا عمرك. مبروك يا سعودي، هنتقابل قريب بقى وبحكي لي كده التفاصيل. الو شانتي، شو اخبارك؟ كيف حالك؟ بلا سؤالي بلا سؤالي بلا سؤالي، شو اخبارك؟ صبا شاتلك كتير، كلنا اشتقنا لك انا وعباس وكلنا هون كلنا. يلا منشوفك قريب. ايه بشوفك كل برايم. ثانك يو حبيبتي، ثانك يو، ان شاء الله يلا نشوفك بالفينال ان شاء الله، نتقابل كلنا مع بعض. باي باي، ثانك يو شانتي. الو انيس حبيبه انوس، عامل ايه؟ صفا كله تمام؟ صفا وحشني يا قرفه، يا الله يقرفك يا ليله سودا، يا ليله سودا الله يحرقك يا ليله سودا يا ليله سودا. انت عامل ايه؟ والجزائر مبسوط؟ وصلت واهل الجزائر الله مبسوطين بيك؟ مكسر الدنيا انت، انا عارف. تستاهل تستاهل يا حبيبي والله. هنتقابل اه اكيد طبعا. ها ها هانت هانت 20 يوم. مابل كيفك حبيبتي؟ اشتقت لي. I miss you very much. Yes. The academy without you is nothing حبيبتي. We miss you. Everyone here missing you. Yes. Abbas, yes. He left. Here. Hello. أحلى علوش في الدنيا. وحشني يا صاحبي. والله الأكاديمية من غيرك ولا أي حاجة والله العظيم. مفتقدك. ولا أنت باكل برجر ولا عملت أصلا برجر من بعد ما أنت مشيت. قفلت المحل. قفلت المحل. لغيت كل حاجة. مستنيك بقى ترجع ان شاء الله باذن الله كده. انت بس طمني عليك، كله تمام؟ مبسوط والله، وانت اكتر والله. والسعوديه تمام والاهل تمام؟ مش ناوي مش ناوي مش ناوي تيجي برايم كده تحضرنا قبل الفينال؟ مش عايز، مفيش مشكله، اللي انت شايفه صح. براحتك يا برنس. يلا الو صحيب، والله غير حق الرب غير مشكله. صحيب والله غندربوا عباس ده، كنترول طف الضوء ان شاء الله. مش لاقين حد يقول طف الضوء يا ابو، مش لاقين حد يطف الضوء يا ايهاب. الكنترول بقى بيقفله من نفسه. اوكي. لا بخير بخير، انت شلح حوالك والمغرب شلح حوالك الكل. سلمني على اهل المغرب، سلمني على اياده، سلمني على امك على اميمه. حق الرب غنت وحشك يا ايهاب. اه ألبوم ألبوم يخرب بيتك ألبوم. الله يكون معك يا إيهاب. خطيت إن شاء الله. ألو قطع الخط، ما قدرت أقوله على الفاينل. أنا قلت له هو جاي يعني أكيد هم قالوا له إيه. يلا. التفاعل اليومي بين الطلاب بيزيد كل ما كبرت صداقتهم أكثر بالأكاديمية. مروان ودينا أصحاب كتير رغم أنهم بيختلفوا كتير. مروان هشرب من وراه بس مروان عشان خاطري، عشان خاطري. طب سيبني املي واحد بعملك واحد. طب ما انا بعملك شويه، انا بعملك فنجان. لا انا ما بشرب ده، سيبني عشان خاطري. انا والله العظيم بص مش
قاتلني اشرب. انا مش طايقك. ايدك عن الشاي، ايدك عن الشاي. طب ما تقلقش، ايدك عن الشاي. مروان والله العظيم ما قالي جلاه ده عن ما قالي لقيت نفسي عشان خاطري يا مروان، عشان خاطري. مروان اه شل كلب، كلب بيعض. بلا طب استنى صباعي اتكسر. طيب محتالي انت رنار، انت انت رنار، انت ايه رنار دي الصبح يعني تعالى يعني تعالى رنار. انا بعمل لك فنجان جديد بس ملعقه ملعقه سكر، ملعقه سكر. انا بقول لك يا وليدي انت اللي بتلميها الكراسي على الارض بتعمل فنجان شاي بلا ما اعرف باربع خمس ملاعق سكر. ليش خمس ملاعق سكر؟ خمس ملاعق. ليش خمس ملاعق سكر؟ ليش ليش خمس ملاعق سكر؟ بس بقى اخر ايام يا مروان رح تموتي. اموت منكم فنجان شاي. لا انا عشان 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 مش حلومك يعني. بس يا دينا خلاص يا مروان انت شربت من شويه برضه كوبايه كلها سكر. بتعرفي ليش؟ كرمالك. فدايا فدايا فدايا. يعني تشرب اخر سكايه فيها سكر. لا يا حق سكر. اخر سكايه فيها كبر. ايه ده؟ مش عارف مش عارف تسخري. والله والله جاي خف عنك الايد الشاي دي. جاي خف خربناها تحت انا ورفيق. جاي خف عنك الايد. جاي خف عنك الايد الشاي انا بايدك. لا ما هو باين انت جاي تخف علي. بس لقيت الشاي بايدك نزعتيه نزعتيه للجلسه. نزعتيه. ايه؟ نزعتيه؟ نزعتيه. يبعث لك ما اهضمك. يبعث لك عليك على كل هضامي انت ولا الثاني. بس يا مروان بالراحه على البنت. ما عندكش فانز انت كمان للقاعدين؟ ان شاء الله ما عندي، ما بدي يكون عندي. تفضل. اخته ذات نفسها بعتلك شورت ليه انا لوحدي؟ يعني حتى اختك يا جدع مش الفانز بتاعك ما بعتلكش حاجه. اخته بعتلي الشورت ليه لوحدي؟ ما بعتلكش حاجه. شو الصحه ميها؟ كتير في سكر يا دينا. اوكي. ميمو كتير في سكر الشاي. ماشي انا مرحله اصلا هتحط لي بطرمان سكر في الشاي. بطرمان؟ شو بطرمان يعني؟ بطرمان كامل بطرمان. بس يا دينا سكر كتير بيضر. بلاش الحركه دي قلت لك بتعصبني. سوري اذا مد الايد عصبني. انا قاعد عصبت لك عصبتك. الحمد لله يا رب ان لساني مضبوط. عم تحكي جد؟ وحياه رحمه ابويا. مين معصب؟ لك يا مرنا يا مرنا يا مرنا معصب لحمار. عم يتعصبي يا حماره يا ترى ايه؟ انت وحشني ايه من ده اللي دايما بيفيق انا. خلص حشات عم تحت عم اغراء وتفلي ما حد يسمعك. نتوقف مع أول بريك مشاهدينا وبنرجع من بعد لأخبارنا. عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع رافائيل وهايدي يلي عم بيتحدثوا عن التصويت ومين ممكن يفل هالأسبوع. تخيل مثلا فل هالجمعة وصير بدنا نرجع جمعة آخر جمعة ونكون أنتوا بعضكم هون. ما بحب تعملوا ميموريز بلاي، ذكريات بلاي. أنا مش عارف الأسبوع ده ممكن يحصل لي أصلاً. أنا أحسن ما عن جد لأول مرة يعني أنا وقت أنيس حاسس إني راجع إنه مش وقت فيلم مش وقت هذا هيك إحساسي. بس هلأ هالمرة ما بعرف ساعة بحس إيه راجع ساعة بحس إنه لا إنه ما بعرف مش معروف شيء. 20 يوم بعد فيها هيدي 20 يوم من وحياة أمي 20 يوم بيطلع اللقب مين ما كان يطلع الله. بس 20 يوم هتبلش حياة جديدة هتبلش وحياة أمي وحياة أمي هتبلش. أنا في أشخاص هون ولا ممكن أتخلى عنها بالأكاديمية ولا ممكن أتخلى عنها وعن جد هتكون حياتي معهم لأنه أنا من نفسي عم بحكي من قناعاتي ومن تربيتي وهيدا لو الأشياء قطعت فيها يعني ولا ممكن أتخلى عنها فيها منهم عباس يعني ما. رغم كل شيء صاير وهذا اوكي منافسه وكذا وهذا بس انه في شيء عم بتصير بيناتنا مش مزبوطه وحياه امي. عم هيك؟
رغم كل شيء، رغم شو هو بفكر او شو معتقداته وشو تفكيره وهذا، بس اطلع من هون اخبره اياهم، حذكره بالمواقف. واقف جنبك بحياتك؟ مش وقفت، مش وقفت، مش قصه وقفه او مواقف او اشياء صارت، بكره بس اظهر حذكره فيهم. ويهاب انت شخص بيقدر قوي. مين؟ يعني مش يعني مع ان انت صغير في السن، بس يعني الحاجات مش بتعدي عليك وخلاص. لانه هول هول الشيء اللي بتعمل صدى. انا اهم شيء عندي واحد يكون عندي رفيق بحبني، ولا يكون عندي الف ما بحبوني. واذا عندك رفيق، اذا بتعلم العالم انه هيك بحبه، انت هيك بتحب انه يحبوك، تخيل قد ايه العالم ممكن تحبك. انت من الناس اللي كانوا محيريني جدا على فكره، يعني لحد وقت قريب كنت انا دايما بشوف اللي في العين، فاهم؟ بس لما شفتك بره بره اكتر، يعني باك ستيج، هي بتعامل معاك، بشوف انت بتعامل دايما معاك بحرص، مش عارفه ليه في الاول اصلا لاحظ الشيء كده. حتى هون يعني ليك انا هون بفهمك. انت من النوع اللي يعني بتهجم، فاهم؟ بتدفش بس يعني. هون بفهمك كيف تتصرف انت، ماشي ماشي. لكن بره لا، لقيت ان انت انسان كويس قوي. الله يديمك، خلينا اياك يعني بقطع بيمشي حالي. بقطع ها. انت مين بتشوفي فاينا؟ عباس اسمه ايه ده؟ نسيم مروان. اربع فينال. انا يعني مين بتشوفي بفيلا الجمعة؟ دينا؟ ليك بتشوفي انت؟ والله قريب. ما تنسوا تتواصلوا مشاهدينا مع الطلاب عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. أما هلا فمنتابع حصة جديدة مع مدام ميري. يلا 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 يلا. صباح الخير، ناطرتك حبيبي. يلا حبيبي، جال حلو اليوم. مش الطرب. ايه ما انا غنيتيها مروان. انا دايما هلا رايح. شو رايك؟ جننوا. شو حلوه. صباح الخير، كيفك اليوم؟ صباح النور. منيح؟ يسعدنا هالصباح. جيت بكير لانه هو معي. ايه اكيد جيت. واذا صار لي لك بعمل لك. بدي اقول لكم اياها الاثنين، مش رح تغنوا ديو سوا؟ طيب ديو كل واحد شقته لوحده. ما في فايتين سوا. لا في اخر جمله. اخر جمله، اخر جمله، لانكم زيت التكنيك زيت البوزيشن. شوف شو رح تطلع هالجمله. عم تفهمني؟ لانه ليش باوروبا وبامريكا بتحس انه كلهم اكنه شخص واحد عم بغني؟ عن جد؟ لانه فرد تكنيك. نفس التكنيك. ايه راحت عزلايم. لا راحت سكرت لقشطت بس ما راحت عزلعوم. نو شيري، بس تبلشي المي ما تفلشي شفافك. اوكي خليكي عادي. مي خش اليوم عشان كنت لسه باكل. عم تاكلي. مي مش اثنين. يلا اوكي. اوعى. يلا. نو نو نو. عرضت كتير. بعد ما طلعتي فكرت تعرضي. ايه ايه. نو. يلا يلا. نو. مسكي المي.
خلاص؟ يلا يعني. صرنا تحت يعني. ومننا طلعي على الآ مش هيك مش فلج أوكي. ايه برافو يعني. يعني. عرضي يا ومسكي يا عظيمة عظيمة اليوم ان شاء الله بدي اعمل كل شيء بقدر عليه حتى ضل ان شاء الله ليك بدي اخبرك شغله انت عندك مستقبل كبير انا عم بقول لك انا ما ليك ما بحب البوليش ما بطيقه إيه. بس لانه شايفه لبعيد عندك كل شيء تتوصلي وبليز ما تردي على مخلوق شو تعلمتي بالطبق خلص وبس خلص بس اوكي ميرسي كثير والله يعطيكي شانس ثانك يو مدام ميري كمان مرة رح نتوقف مع بريك وبنرجع نحن وياكم خليكن معنا منتابع أخبار الطلاب وتحديداً مع رافائيل وحنان رافائيل قرر يخلي حنان تغني له قبل ما يعطيها سيدي الأغاني على بعد دقيقة مقدر أنا مقدر خلينا نسمع فيز ما حتسمع بدي بس أعرف الأغاني ولا حاسمع يا حبيبتي بعد شوي معك كل الليل انا انا تيس اذا ما حتسمعي ولا الاغاني والسداء ما حتسمعي واذا بدي حتى السداء بدي على على وياك ايدك عنا لا لا عرفها يا اللي عن جد عيب وحياة الله عيب طنط جريس بكره قولي له اذا حكي اذا حكيك بكره قولي له انت عن جد عيب اللي عم يعمله يا طنط جريس وقف عندك باي ما بدك استدي اوكي شو رح تعمل بدك استدي يلا بدك استدي ولا لا ايه ايه نط اول شيء 10 نطات بارضك بدي السيدي بدي السيدي باي عم تنزح عم بدك ولا لا ما بدي وحياة الله بعطيك اياه شو ما عميل والله شو قولي وقفي بارضك وقفي وقفي عندي قولي بدي السيدي وبدي السيدي اعطيني السيدي يلا شو هالحركات هاي دول طب شو مش حلوين اه مش حلوين طب ما في سيدي هاي إيجال هاي أم بلس أم إيجال شو؟ بدي السيد يلا يلا نط عطيني السيد حنان وحياة الله وحياة الله وحياة الله إيه بدي السيد بدي السيد إيه نطي كاميرا ورا عم تعطيك ما عليه يلا قولي بدي السيد بدي السيد بعد بعد بدك تقولي أنا حنان بدي السيد وبدي السيد يلا رفايل بسرعة عطيني السيد يلا هديك إياه هدي طب شو عملت لك وحيط انا ما عملت لك قولي اللي بدي عم بطلبه منك بدي السيدي بدي السيدي ونطي نطي 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 يلا ما رح نطي ما حتاخذي السيدي ما رح نطي رح تعطيني السيدي يلا ايه انا اسمي بصير اسمي منير بصير تعيطوا لي منير كنترول عم بيعصبني اذا عملت له شيء ما تقولوا لي اللي عملتي له هيك بليز كنترول انا عن جد عم اعطيني السيدي رفايل طب يا اختي شو بتخسري اذا وقفتي بنص الهيدا وعملتي رفايل بدي السيدي بدي السيدي ما بدي يلا شو ما بدي والله لا حنا بتاخذي السيدي وبتاخذي ريموت كنترول بتقعدي تسمع اغانيكي كله توقفي ما رح ارضى ما رح ارضى بهالشيء طيب ما في سيدي باي انسى باي بدك السيدي؟ ايه؟ حنان؟ بدك السيدي؟ بدك ايه؟ حنان؟ يس هد حنان؟ ام هد في غراض حتنسيها ايه؟ شو؟ في غراض راحت عليك يا الله يا مجرم
حنان رافائيل لا في غراد عم بتروح عليك صفله يلا شفناك ملك السلام عندي حل تاني لأنه الكنترول ما بيحبك اللي لا بيحبني الكنترول بيحبني عندك حل من اتنين تنزل بتعمل نص ساعة سبور مثل ما أنا بقلي يا غبي طيب هي غبي طيب السدق لك لو بده ينزل أعطيني شي تاني شو بليز يا كنترول بليز تنزل بتطلع الدرج 15 مرة يلا 15 مرة يلا وركب طلع أنا بدك تطلع تنزل الدرج واحد مجنون ركض فكرني شو ركض بقتلك رح قتلك ركض ما في ما في ما في سدة عن جد حرام عليك اعطيني بدك سلام يلا هون ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك يا متعذبه انت يعني طيب يلا حنان بليز رافائيل خليني معك اوعى تسيبني حبيبي انا نفسي ارتاح أنا شوقي إليك بيعذبني أنا عمري ابتدى بلقاك أنا نفسي أعيش عمري بحاله ولا يشغل لي حبيب الله خليك يا مهند أشوف ممنوع تطلع من الأوضة دايما شو شعورك هلا حنان؟ مبسوطة قدي مبسوطة بزاف شو حابة تقولي للجمهور؟ كان حماق عليكم شو حابة تقولي لي؟ أنا العالم اللي بيحبوني بس بحبون أنت ما بحبك طيب سلامة لا لا شو؟ بحبك كتير قدي بحبيني؟ كتير قدي قولي بحبك رافائيل يلا لا يلا انسى شو؟ رافائيل كان بغيك تفضل آخر بريك بحلقة الليلة مشاهدينا وبنرجع نحن وياكم منتابع حالة الليلة من يوميات ستار أكاديمي الطلاب رجعوا من التمارين كله نشاط وحيوية فهيك كانت النتيجة بالأكاديمية انا هيك يلا
هنا. لا 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 يلا بعيدة نسيم يعني معهم شي معهم شي عدو مثل كل أسبوع وصلت Delivery Classic Burger على الأكاديمية والطلاب استمتعوا مثل العادة. Classic Burger. مش عم صدق. Classic Burger. Classic Burger. Thank you so much. Classic Burger. We love you. We love you Classic. مين اللي مأكلنا؟ مين اللي مأكلنا؟ مين اللي مطعمينا؟ Classic. مين اللي كلاسيك برجر يور ذا بيست يور ذا بيست كلاسيك برجر كلاسيك برجر كلاسيك برجر الشعب يريد فرع كلاسيك برجر في تونس احسن برجر في لبنان ما محيط امي كثير طيب والله نسيم حبيبي كلاسيك برجر هذا رح نقول ميرسي لكلاسيك برجر تعال Thank you, Classic Burger. حلقتنا لليلة خلصت مشاهدينا بس ما تنسوا تلاقونا بعد شوي بأحلى برايم باي باي سافر بالأحلام طبيب القلوب أمرني 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 طبيب القلوب طبيب القلوب قال لي طير وأعشق سافر بالأحلام معقول الغرام ما يخليني